الجيش السوري يحاصر المسلحين في منطقة البحدلي قرب مقام السيدة زينب عليها السلام بمساعدة الأهالي. التقرير للزميل غانم شرف الدين. على مقربة من مقام السيدة زينب عليها السلام منطقة البحدلية التي يتحصن داخلها المسلحون ويطلقون القذائف والرشاقات النارية على المناطق المحيطة بالمقام. منذ أشهر بسط الجيش السوري واللجان الشعبية السيطرة حول المقام وبدأوا بضرب مسلحي المعارضة في الأحياء القريبة ووصلوا إلى منطقة البحدلية حيث دارت اشتباكات منذ الأمس. الاشتباكات تواصلت على عدد من المحاور حيث حاصر الجيش المسلحين في منطقة صغيرة وعمل على تكثيف إطلاق النيران لإحكام السيطرة بسرعة على المنطقة. إطلاق النيران تواصل من كل الاتجاهات وبعد دقائق بدأ المسلحون يتراجعون بعد إصابة العديد منهم. مشاهدينا، نحن على أحد مباني مدينة البحدلية، الجيش السوري يتقدم داخل هذه المدينة يحاصر بعض المسلحين. الآن قبل قليل أطلق النار على بعض المسلحين الذين يتجمعون في هذا المبنى الذي نشاهده ويحترق. الآن يقوم بمحاصرتهم من عدة اتجاهات وتدور المفاوضات حول ما إذا كان يريدون الانسحاب أم أنهم يريدون البقاء في هذا المبنى. ما بين إطلاق النار والأمان، حكم الواقع السوري على الأهالي ترديد كلمة عند أي سؤال أن الحياة طبيعية رغم سماعهم المستمر لإطلاق النار. مشهدان في سوريا، مشهد دبابات تقصف المسلحين في هذه الناحية ومشهد آخر أولاد وأطفال تراقب هذه الدبابات وتأمل بالحل وتأمل بالسلام. أيام قليلة ويفتح الجيش السوري طريقا جديدا نحو مقام السيدة زينب عليها السلام بمعاونة الأهالي المنطقة، والذي سيسهل على الزوار الوصول إلى المقام الشريف.